أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع سيجار اتيكيت برو ضمن حلقات سيجار الأسبوع. اليوم رح نرجع على سيجار نون كيوبان، منو كوبي، هو من نيكاراغوا. رح نحكي اليوم عن سيجار من جميع من جروب أليك برادلي، من عائلة أليك برادلي خلينا نسميها. وهذا السيجار هو تامبوس نيكاراغوا، لأنه في كذا سيجار هني تامبوس، هذا نيكاراغوا. مثل ما شايفين السيجار بيجي بورقة سيروفان. صار كذا شخص اللي إذا بيتركوا السيجار بالسيروفان يا ما لا إذا عندهم إياهم بالهيوميدور. أنا اللي شايفه إنه مبلا تركون بالسيلوفان، وصرت شايف كذا كومنت إنه مبلا ينترك بالسيلوفان، لأنه السيلوفان بيضل يحميه شوي صغيرة لو كان بقلب الهيوميدور، بحال لا سمح الله يعني صار عندكم الدود او الحشرات لانه كترة الرطوبة، او يعني السيلوفان ما انعمل هيك بس للتجارة، ما اكيد له هدف كثير مهم. لكن الاتيكات تبعيته الليبل جاي كثير مرتبة، مذهبة شوي تقريبا، حتى السيجار مثل ما شايفين كثير مرتب، جاي ملفوف بطريقة كثير مرتبة. بنشوف الفوت الضوء مش عم بيساعدني، اوكي بتشوفوا حتى الفوت كيف جايين كلهم سوا، اوكي. وهيدي الهيد مع الكاب، وشايفين مبينة من هون الكاب، اوكي. تعطي لمحة سريعة عن هالسيجار وعن أليك برادلي تحديدا. هذا السيجار من أليك برادلي ضمن مجموعة تامبوس. هذا السيجار تحديدا سنة 2015 في بينعمل انترناشنال تريد شو، بينعمل تقريبا بشهر جولاي بال 2015. أليك برادلي عرف عن هالسيجار وقال نحن عم نطلق سيجار جديد ضمن مجموعة تامبوس. هيدا سيجار وسيجار تاني من تامبوس از ويل، صاروا مرتين 2016 و2017 عم بيحتلوا اول خمس مراتب مع سيجار افيشونادو بالترتيب اهم سيجار بالسنه. عم بياخذوا بال 94 و 93 which is a good rate، وبيأدي انه يكونوا شركه مرتبه مثل سيجار افيشونادو، عم بحطوهم ضمن اول خمس سيجارز. يعني هالشي ريكوجنيشن اوريدي بداية من جروب عالمي تيقول على أهمية هالسيجار والنكهة اللي فيه اللي هلا رح نحكي عنها. هيدا الرابر البايندر والفيلر كلهم من نيكاراغوا، يعني هذا بيور نيكاراغوا. الفيلر نيكاراغوا في استيلي اند يالابا، هودي اهم محلين يعني بينعمل فيهم بينزرع فيهم سيجار. السعر تبعه عم بيتراوح تقريبا بين 8 8 ونص 9 دولار حسب كل ويب سايت، حسب كل محل عم تجيبوه منهم. هلا رح نوصل للمرحله اللي بدنا اياها اللي هي نص السيجار ونولعه. من القصص اللي انا بعملها شخصيا، برجع بقلكم السيجار اختبارات شخصية، رح تضل من أول نهار لبعد 200 سنة، رح نضل كل مرة بنلقط سيجار اختبار شخصي، مثل كانوا عم نتعرف شي جديد. أنا بحب شم السيجار، في ناس بيشموه هو بقلب السيلوفان، ما تعملوه لأنه أكيد ما رح تشموا ريحة، شيلوا السيلوفان، خاصة إذا كنتوا بمحل سيجار وفي عالم قاعدين عم بيدخنوا، بصيروا يتفرجوا على الشخص اللي جاي يفرض حاله او شيء، ما تشموا السيجاره اذا بقلب السيلوفان. وبعض المحلات بيتضايقوا منكم اذا لقطتوا السيجار وشميتوه. في حدا شخصيا قال لي حاجه تدق بالسيجار لانه هيدا غيرك رح يكون عم يدخنه، مع انه انا عم بمسكه من النص. سو خذوا الاذن قبل ما تلقطوا السيجار وتجربوه. انا بحب شم السيجار، بشوف شو الريحه اللي عم اول شيء عم مثل كانه عم تستقبلني. بحب ابرم السيجار، اتاكد ما عم بسمع خشخشة، تأكد انه الرابر منه شوي منشف. هلا منه كتير ايام بس بتحطوه بالهيوميدر عندكم، بتعملوا له يعني بينحط بالهيوميدر اتليست اقل شيء 4 ايام بتلاقوه رجع ما بشي. سو هيدا از فيري جود. وهلا رح قص سيجار ونجربه سوا. اليوم بدي اغير العاده شوي، ما رح استعمل كتر،
في شخص أعطاني رمارك مرة على اليوتيوب، حط ملاحظة إنه ليش ما بتجرب تقص تبع السيجار كل مرة بشي معين تنشوف كيف بينقص السيجار بغير الكتر. فكرة كتير حلوة، من هيك بلكم بليز على طول أعطوني أسئلتكم. اليوم رح أستعمل بانش، وهذا البانش ما تفتكروا إنه عم نحط عم جيب قطع مبالغ ما بعرف قد إيه، هذا البانش يمكن دولار أو دولار ونص جبتهم على الإنترنت، سو ما تروحوا على شيء كتير إكسبنسيف لأنه ما نكون بحاجة، هودي بيقدروا يقوموا بالشغل. هلا رح فرجيكم كيف رح نعمل، لكن برجع بذكر الهدف من البانش إنه أعمل إدواح صغير بالنص من هون، ويكون يسمح الهواء يفوت ويطلع تا أنا أقدر أسحب منيح بالسيجار، وبذات الوقت ما كون قصيت من ال يعني الكاتر، مرات بتخاف تقصه شوي لجوا بيفلت السيجار. راح نشوف كيف رح نعملها على الكاميرا. اوكي، حطيت البانش وعم فوت شوي شوي. في ناس بيوقفوا عند هون، في ناس بيكملوا شوي صغيرة، انا راح فوت شوي صغيرة بعد. اوكي، وراح اسحب لبرا. هيدي بهالطريقة قصيت البانش، قصيت السيجار بالبانش. نكهة كتير حلوة، حتى يعني على طول قبل مرة ذكرتها، بحب جرب كأني أنا عم بشرب سيجار لو هو مطفي، أول ما أخذ السيجار تشوف النكهات اللي فيه، حتى بتحسه النكهة فاتت أكتر، يعني مثل أريرجو مثل بالفرنساوي، يعني النكهة اللي عم تشوفوها من ورا كتير. نكهة كتير حلوة، فيها طبعا نوع من السبايسي، منا مرة أبدا، ما بحب السيجار المر. خلينا نولع السيجار لأنه شكله كتير انترستينج. يلا، لكن تنبلش بتوليع السيجار، ما تنسوا تشيلوا الرينج من الدين. بهمني أذكر شغلة، أنا قلت هذا السيجار من نيكاراغوا لأنه الرابر الفيلر والبايندر كلهم من نيكاراغوا. however عليك برادلي مبدئيا ما صنعهم بهندوراس، so ما قدرت أخد مثل ما بيقولوا تأكيد من ويب سايت معين إنه مظبوط هيدا انصنع بهندوراس. however لأنه 3 أنواع، الرابر البايندر والفيلر كلهم من نيكاراغوا، قلت هذا من نيكاراغوا، لكن بس حبيت ذكر. ونسيت لكم هذا السايز 6 انش ب 52 رينجيج. رح نولع هلا. خمسة وأربعين درجة، بنحمي الفوت بطريقة ما ندق النار مباشرة على السيجار. بالتسجيل اللي قبل مثل ما انتبهتوا ولعت السيجار بتورش، هالمرة رجعت على الديحة العادية على طول، بنوق بشكل حتى نأكد للي عم بيحضر انه كلهم بيمشوا، المهم ما يكون فيها غاز طيران مثل ديحات الزيبو. هيدا القسم الصغير اللي ما ورع، أنا بهمني كتير أحكي عن هذا الموضوع، لكن مثل ما شفتوا
مثل ما شايفين هلا انه في بارت صغير هيدا الاسود هون مثل مبين ما ولع، هيدا مش بيكون ما ولع، هذا ولع من جوا، ولكن بطريقة اللف تبع السيجار بيكون في احتمال يكون يا من الفلر اللي جوا من ورقة السيجار، يا بيكون بطريقة التوليع. بس لما برمته مرتين ثلاثة ولقيته ما ولع، ما بحب ضل حط النار عليها، لأنه بالنهاية معقول انزع الرابر. سو بعطيه شوية وقت شوي صغيرة، برجع بولعها عن جديد تولع، لأنه ضروري كمان يكون عم بيولع السيجار بالتساوي. بس يلفوا ورق السيجار بيلفوهم بطريقة، والنكهات اللي بحطوهم فيها، لأنه حاطين متوقعين السيجار عم بيولع بالتساوي، حتى يصير فيها هالتوزيع النكهات مثل ما هن راضين. سو مهم ترجع. شفتوا راحت، كانت هون على الطرف، هلا راحت. حتى ما اضطريت ارجع ولعها. اكيد في ريحة العشب، ريحة يعني اذا انتم بجبل ببرية بتشموا ريحة العشب مع ريحة السبايسز اللي بتعمل من ورا، مثل كأنه بيتري تيست، مع انه حسيت اول ما اخذت كولد درو كأنه كان سويت. شغلة تانية، اذا بتشوفوا الرماد لونه اكتر على ابيض، عادة السيجار الكوبي بيتميز انه رماده اكتر على اسود، اسود وجري غامق، رماد غامق، بس هيدا مبين ابيض. في نكهة سينامون كمان. طيب تما خلي التسجيل لكي مثل ما عملت قبل، تما اترك التسجيل كل الوقت ماشي، رح قطيش حتى كل فترة تشوفوا معي النكهات. بس تذكير، اخر تسجيل عملته شلت الرينج، هيدا حطيت ايدي على الرينج لقيتها ما بتنشال. ما تتعبوا قلبكم ولا تجربوا تغزوها بالقوة، اتركوها شوي شوي، السيجار بده يصغر حجمه شوي صغيرة، بتطلع بسهولة. نلتقى بعد شوي. الغريب بهذا السيجار انه السبايسز كتير طاغي فيه، ما عم بقدر اميز غير نكهة، مع انه حاسس بالاخير عم يعني انا عم بخلص اول تلت وحاسس في نكهة كريمي كأنه. اول تلت كان ممتاز، بعد ما حسيت فيه كمان انه قوي لدرجة بيأذي. هلا عم بحس بطعمة مثل كأنه العشب، وبعده كتير منيح، ما زاحت الدخنة مثل ما شايفين، الحرق البيرن تبعه بعده كتير منيح، والسيجار لا مفلت ولا شيء. مثل ما شايفين بلش يترخي شوي الرينج، هلا بعد شوي بشيلها. سيجار ممتاز، سيجار ممتاز. هلا بكمل معكم بتاني تلت، وبتاني تلت تنشوف اذا كيف. هلا بعد شوي المفروض يحمى اكتر بالنص، بالاخير يا بيصير كتير كتير بيحمى كتير، لانه بيكون هالكوندنسد عم بيتحشى تحت بالاخير. نشوف النكهة اذا رح تتغير، خليكم معنا. انا هلا عم خلص تاني بارت، و راحت شوي طعمة الكريمي كأنه، ما بحس بقى كريمي، سبايسي كتير، سبايسي و
ومثل ريحة العشب يعني، خاصة في بعض المحلات بيكونوا عم بيحرقوا العشب بس يتكاتر، زيت الريحة اللي بتكون طالعة. بس بعده سموث ميديوم، أكيد ما بيطلع ميديوم تو فول بادي، لا ميديوم. and I'm enjoying the puff. أنا هلأ صرت بآخر السيجار، مثل ما شايفين البيرن تبعه فرق، بطل متساوي. هلأ جربت أولع ميل منه تشوف إذا رح تتغير. بالنسبة للطعمة بعدنا هي ذاتها سبايسي، كأنه بيت اوف سينمون، والكريم اللي استبعيته بطلت عم بحس فيها، يعني بطل فيها الحلاوة اللي كانت فيها. نكهة أعشاب على شوية خشب كأنه، يعني بس نقول نكهة معينة، يعني كيف بنصير نعرف نميزها؟ لما بتقروا ريفيو بتشوفوا حدا حكي عن سيجار معين، بتصيروا تقروا عنه. إذا قال الشخص إنه فيها ريحة خشب، شموا ريحة الخشب، بتشوفوا هل هالريحة موجودة ولا لا. بذكر شخص حكي إنه عم بيحس بنكهة معينة يعني بسيجار عم بيشرب ما عم بيقدر يميزها. راحت بعد أسبوع كان عم بياكل عند حدا ولقى الطعمة موجودة، نبش فيها طلعت نوع فواكه مجفف. هالقد بتفرق من هيك، ان بس تجربوا سيجار، اذا بتفتحوا ريفيو موجود على الانترنت وتقروا معه، بتصيروا اكثر تميزوا اللي عم بيحكي عنه، بتصيروا تحسوا بنكهته اكثر، بتصيروا تميزوا. واكيد جربوا بعده عن حيالله مشروب غير المي، لانه اكيد بده يؤثر بالنكهه. في حد قبل ما يشرب سيجار بياخد ايس كريم على ليمون، جربها، او بيشرب شيء مثل تونيك ووتر مع شويه حامض، هالشي بنظف اي نكهه بتتم. انا جربت باخر سيجار هلا عم بشرب شويه قهوه تشوف اذا رح تفرق الطعمه، فرقت شي بسيط، صرت عم بحس بطعمه الكوفي او الاسبريسو، ولكن ما في يقول هيدي نكهه السيجار، لانه انا زدت على السيجار نكهه القهوه اللي عم بشربها. هيدي هي، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالتقرير والتسجيل. بشكركم على متابعتكم وعلى كل الأسئلة اللي عم تبعتوا لي إياهم، كلهم سوا عم جرب رد على أكبر عدد ممكن. التسجيل الثاني رح يكون روميو أند جولييت شورت تشرشل، بفتكر في حدا طلب مني أحكي عن روميو أند جولييت، وهو سيجار كثير طيب، أنا كثير بحب هالسيجار. وبليز سبسكرايب على اليوتيوب. ثانك يو.